الاسعار في المارشي سنترال كيفاش لقيتها؟ الاسعار تنجم تقول فما حاجات غاليه وفما حاجات رخيصه. باه كيماش مناسب. فما حاجات غاليه. يعني انت والقدره الشرائيه انت ومكتوبك شنو؟ اي كل انسان شنو يقدر. وانت شنو تقدر الباهي ولا الخايب العادي؟ انسان ويجيبوا كيفاش، فما الباهي وفما المتوسط وفما الخايب. والباهي غالي. وفما حاجات فما عباد تشوف بعينيها وتمشي على الواح. فما عباد مش خالطه معناتها على برشا حاجات. فهمني؟ توا البلاد ماك تعرف كثير غاليه، توا كل شيء غالي. الحوت المامو غالي واللحم غالي، كل معناتها برشا فلوس ما عادش عندها قيمه. فما برشا ناس توا كيما يشوف بعينيهم محروم من برشا حاجات، فهمتني؟ معناتها كيما نقولوا نحن تلاقيه يصور في نهار 30 40 دينار، وكي يدخل المارشي يحطهم 50 دينار 60 دينار وما يروح بشيء. فهمتني؟ فما الحمد لله كل نهار وقسمه هكا. اليوم انت قفتك قضيت قداش كلفت لك؟ لا والله هي قضية نتاع عارس كسر ربي. قضية نتاع؟ قضية نتاع حنا إن شاء الله، حنتي غدوة إن شاء الله. آه أنت حنتك غدوة، هاي كل شيء بالبركة. عايش كبيرك فيك. وقتاش عرسك؟ إن شاء الله الجمعة الجاية. غدوة حنتي إن شاء الله الجمعة الجاية. وفي بلادنا فما عزوف على الزواج باعتبار كنا نحكيو فيه ثم غلاء معيشة. اليوم معناتها الرجل التونسي الشاب التونسي خاصة يقول لك أنا ما نحبش نعرس خاطر ما نجمش نتحمل المسؤولية هذه. وتو نحكي معاك مصدق أختي الغالية، هو برشا شباب تو منعزل على الزواج. علاش حسب رأيك أنت؟ أمور أول حاجة الصالير، الصالير ضعيف كما نقولوا فيها، الفلوس ما عادش عندها قيمة. فأنا عندي برشا أصحابي تلقاه يخلص 800 في مليون، هو شخصيا عازب ماهوش خالط مصروف. تو الصالير مليون ومليون و200 ما عادش صالير، فهمني؟ تو يخدم في المعام تلقاه 700 800 مليون هذاك هو الصالير، باش ينجم سامحيني يوفق منهم باش يكري منهم باش يكون منهم عائلة باش يعمل باش يعمل. ما ينجمش يقول لك أنا شخصيا معناتها مانيش خالط على مصروفي، معناتها أنا تلقيه هو محروم من اللبسة، محروم باش برشا حاجات. تجي تحسبي مصروفه هو الخاص يومين 30 40 دينار، بينما ما عادش ينجم يخمم في الزواج باش يعرس وباش يكون عائله وباش يعمل كل شيء. اللهم باش يولي يختار امراه تخدم كذا باش يتعاونوا مع بعض. انطلاقا من التجربه نتاعك انت ربي هنيك، وانت توا قاعد تحضر العرس نتاعك، قرر العرس وقتاش خذيته؟ بعد قداش من عام سي بون اقتنعت اللي انت كوم ميم يلزم تعرس والعرس هو استقرار بالنسبه لك؟ والله هو مش قرار، هو مكتوب. كل شيء بالمكتوب اول حاجه. فهمني؟ أنا كنت قبل عند حكاية 10 ولا 12 سنين تالي وما سهلش ربي، فهمني؟ هكا تو سهل ربي معناتها، فهمني؟ كل شيء بالمكتوب معناتها. ماكش متخوف من معناتها من ظروف الحياة من صعوبات الحياة؟ هذاك الرزق على ربي سبحانه، الإنسان يسعى ويبقي على ربي هكا، اللي مكتبه ربي يصير، فهمني؟ ينجم الإنسان ب 5000 يتعشى وينجم حتى ب 100000 يتعشى، كل قدير وقدر هكا، فهمني؟ أخي الناس كلها تاكل باللحم والناس كلها كذا، صحيح ولا كل قدير، فهمني؟ يا لا عليك بخر بابا بخر، اعمل بقوق بخر. الله يخليك عاشكون عاشك، الله يخليك. بالنسبة لك أنت معناتها الزواج في تونس استقرار، نحب ولا نكره استقرار الزواج؟ ثم شكون يقول لك لا مشك لو حصلة وبرشا حاجات؟ توا أكثرية المشاكل معناتها بعد الزواج شنيا هي سببها؟ علاش توا في تونس حاليا كثرة نسبة الطلاق؟ كثرة نسبة الطلاق برشا في تونس، هي أكثر دولة توا تونس. علاش حسب رأيك؟ كان يرجعوا معناتها المشاكل أكثر حاجة هي الماديات. صحيح ولا؟ جيب الحاجة هذيك كذا تلقى مع الماديات بين المرأة والراجل ويوصلوا حتى للطلاق على الماديات، فهمني؟ ويعرف كيف تصير أمور وقدرة ربي لا بأس، يبدو متفاهمين بقدرة ربي لا بأس إن شاء الله. نعم في دور أنا توا من غير قفة هكاك. كيفاش لقيت الاسعار وانت تعمل في دور؟ والله يا شنو نقول لك، الغلاء موجود موجود، الغلاء كيلو بسلب كذا الاف مش حكايه والله. الفلفل ب 4000 حار، اللي ما عندوش مسكين مشى. والغله ما تحكيش عليها طبعا. الغله ما غير تقرب لها جمله، يمكن تعرف عصير هذاك الصغير هذاك ناكلوا فيه هذاك هو، الباقي كل ما ندورلوش جمله واحده وربي يفرجها شنو نعملوا هكا. مازلت كي جيت ولا من بكري وانت تدور تدور تدور؟ لا والله توا دخلت عملت دوره صغيره وتوا قلت خليني نمشي هكا. شوف ان شاء الله تخرج بحاجه. ان شاء الله ان شاء الله تحتي 10000 فرنك استقبلي انا. يعني انت يلزمك بال 10000 هذيك تقضي ما تفوتهاش. زوالك شنو نعمل؟ 10000 هذيك شنو يلزمها تقضي لك اليوم مثلا؟ في شنو القايمه فيها؟
تبس ناخذ فيها ركل بسل ورتيل فيفل هكا هو مساك على روح. وانت هذوما اللي جاي باش تقضيهم بالضبط والا كمان فما حاجات اخرين لازم تتصرف؟ تفضل لي ناخذ فيها ركل عصير على الاقل نعصره في الدار نشربوه. هذاك هو اللي عندنا الغله. والله هذاك هو. شنو هو الفطور اليوم؟ اليوم عملنا مقرونه جاريه. هكا هو. مقرونه جاريه مدبشه فيها ال شويه حمص وشويه واحد وقديمه خبز ويا ربي لك الحمد. هكا هو اش نعملوا؟ معنا ما نعملوا شيء. اليوم رب العائله والمسؤول على العائله كيفاش ينجم يوفق بين الغلاء هذايا والحاجيات نتاع العائله؟ نقول لك حاجه والله العظيم عايشين برحمه ربي. برحمه ربي عايشين. ساعات بدا يقضي يقى حاجه زايده في الدار كاي يقول هذيك رحمه ربي. والله العظيم. فما البركه؟ ها؟ البركه فما؟ موجوده البركه، البركه موجوده. نحكيو على قفة المواطن التونسي، نحكيو على أسعار الخضر، الغلال، شنو هي أمورها في السوق؟ على شيء، ما خلطنا على شيء. القهوة ولدت 15%، ولينا نحو في الخبيزة باش نعيشوا. باقينا ما نعيشوا، باقينا ما نخدم. هذيك مشيت أنت تقلع فيها ولا شريتها؟ نقلع فيها باش نصور نهاري. ما نقولش حتى 5000 6000 ونروح باش ناكل. كمام الخبيزة عندها الفوائد نتاعها عندها فوائد. نحن الفوائد ما كيناش باش ناكل كي الخبيزة كل شيء غلاء ولينا لقيتنا تصبح زيادة. يعني معناتها المواطن التونسي ولا ياكل في الخبيزة لخاطر الغلاء الأسعار خاطر ما عادش نجم خضرة هكاك باش بلاش عداء يولي ياكل فيها خضرة هكاك شيء حتى الخبز ما عادش خالطين عليه. علاش وصلنا هكا حسب رأيك؟ هما البتالة ما فماش خدمة تجي تنصب تهز لك البلدية ما عطوناش حتى نصب ما عطوناش من نعيش طيشه. قفة المواطن التونسي اليوم حسب رايك قداش تتكلف اقل حاجه؟ هذه عجه تكلف 6000 7000. قفه؟ عجه اه اي تكلف 7000 6000. مال القفه قداش تتكلف؟ تتكلف 70 80 منين جات دخلتنا نحن لا قفه هاي قفه خبيز قفه خبيز اي ماشي الدنيا غلطت والله يستر الله يقدر الخير. ماشي الزوال يميت اللي ما عندوش لا شهريه لا عنده حتى شيء 100 200 الف يعطوا فيهم ماش تعيش ماش تعيش حتى شيء يصبح مديان عند الحانوت يخلصهم هذاك 200 ويقعد موسي وهكاك ديما هكاك هكاك حياة ديما هكاك حتى يموت لا طلعوا علينا لا شافون. شكون هذو؟ الواحد الشؤون الاجتماعيه ولا المسؤولين يعني الأسعار في الوقت الحاضر بالنسبة للزوالي غالية شوي. اللحم غالي، الغلة غالية، الحوت غالي. ما يقبلش. الخضرة والغلة تو المواطن العادي مسكين صاحب ذو الصغار وثلاثة صغار اللي يصور في 500 600 ألف ما يخلطش. كيلو اللحم 40 دينار، أقل الحوت 15 دينار. الغلة تشوف فيها 4-5 آلاف أقل الغلة. الخضرة القرع الأحمر ب3000 الكيلو ربطة بتاع الواحد حشيش فهمت ولا قال ربطة ب12% فين باش يمشي المواطن؟ اليوم ما قالتك قداش كلفت لك؟ شوف احنا عمري ما نعمل انا روحي مقياس للشعب التونسي على خاطر انا متقاعد وما عنديش صغار وما نقريش الاولاد كبروا فقط على الاسعار باش نحكوا على الاسعار قداش كلفت القضيه هذيك ما فيهاش بقى طريف حوت وكيلو غله وشويه خضره تكلفت 50000 اقل شيء ما يقبلش خي انت بربي يا شباب اللي تو مثلا هاك راه روحك انت يدخل المرشي يقضي وكل حد برك اربع حدود في الشهر تو الشهريه تخليها نهار الاحد لهذا الاسعار بكل صراحه دولة لازمها تنظر للشعب حكاية الأسعار. الغلاء هذا في الأسعار هل أنه مربوط بالأزمة العالمية وإلا كمام عندنا سياسة نتاع الدولة ماهيش لا 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 الخليط هذا ما نستعملوش على خاطر احنا ماناش نستوردوا في الكرافس والمعدنوس. عندنا الخيرات الكل. ما ننسى ثم حاجات محلية بتاع تونس الغلة بتاعنا باهي البرتقال باهي سنات أو البرتقال تسمى معدل أسعار أسعاره معدلة. اما مثلا تمشي للزيت تمشي للحم تمشي خزازار وقت اللي ياخذ لك العلوش ب 700 800 الف قداش تحب يبيع الكيلو العجل ب 5 ملايين ب 6 ملايين اخي مش مشكله الزازار المشكله وين في العلفه في الدوله لازم تتدخل الفلاحه
تدخل لوزارة الفلاحة باش نشوفوا الأسعار تهبط. البور كلها 80% محلية، لا أزمة واحد ولا حتى شيء. يا أخي الأزمة نحن في روسيا وفي أوكرانيا، راهو الاستوريد، أما مش نستوردوا في العظم ولا نستوردوا في اللحم ولا نستوردوا فيها. عندنا حاجاتنا وخيرات. حاجات محلية نحن نتحكموا فيها. فما شيء أنت وقت اللي خضرة تهبطها في مرشي القرو، مرشي القرو الهباط هو اللي يحكم. هو اللي عطيته الفريقوات اللي الهباط يحط فيها، هذيك مبنيين بفلوس الشعب. ويحطوا لنا فيها سلعة اليوم العظم يرقدوها حتى رمضان، وبعد شوف رمضان توصل لك الحرام 17-18 شبيع، يقول لك لزمة بتاع عظم. منين لزمة؟ ما مرقدينها سلعة. تو الرئيس وبارك الله فيه وربي يفضله قاعد يتكلم على الاحتكار وقاعد يتكلم على الواحد. لكن انت سكر البنات بتاع الاحتكار، سكرهم. تخليش ودي الفريقو برا، حل الفريقوات، السلعة تلقاها في الفريقو خرجها. خرج الشعب، علاش انت العظم مخزون يقول لك خزنها رمضان. احنا في رمضان باش نسيحكوا العظم الدوبل؟ مانيش نسيحكوا الدوبل. فهمت؟ الأزمة راهي 80% محلية، مدخلين أزمة عالمية ما عندنا حتى مشكلة مع العالم. نحن وقتاش يتكلموا على الأزمة العالمية، الحاجات اللي يستوردوها كي القهوة، كي السكر، حاجات كبيرة. حتى السكر اللي صاير عليه تو أزمة وبالصف، يا هو المعمل مسكر بتاعه.